شكرا لك العربي. مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. في المستهل يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء مخصصا لدراسة ومناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالنشاط السمعي البصري وشروط منح الامتياز لإنجاز مشاريع استثمارية، بالإضافة إلى عروض تخص إنشاء بنك الإسكان ومتابعة مشروع فتح وكالة بنكية بالخارج ومدى تقدم مشروع إنجاز 5 محطات جديدة لتحلية مياه البحر. في الاستثمار الصناعي يمثل مصنع الورق بتلمسان انموذجا في الاستثمار الناجح، حيث تمكن من تحقيق انتاج سنوي يقدر ب 15,000 طن، وبفضل الدعم والمرافقة نجح المصنع في تصدير منتوجه الى دول في افريقيا واوروبا وامريكا. عبد الجبار بن يحيى. هنا في المنطقة الصناعية بتلمسان يعتبر مصنع الورق هذا من المؤسسات الصناعية الناجحة في إنتاج مختلف أنواع الورق الذي يلبي احتياجات القطاع العمومي والخاص بقدرة إنتاجية تفوق 15,000 طن سنويا. من بعد الدول اللي نصدروا لها عندنا إيطاليا، عندنا دول أخرى في أوروبا مثل سويسرا، صدرنا حتى الأمريكا، الأرجنتينا، وفي إفريقيا تونس، البلدان المجاورة. يتم صناعة الورق الحراري عن طريق تمريره في هذه الطابعة. استهلاك الورق الحراري أصبح جد متطور هنا في الجزائر، ونجده في آليات الصرف البنكية خاصة لكاس أونجيستروز ولتامينو دو بايمون إلكترونيك. ولأن السوق دائما تطور، تلزم الحكومة على إجبارية تأشير بطاقة اللصق الذاتي للرمز التعريفي للبضاعة. تم توظيفي في هذه المؤسسة تحت منصب تقطيع وتحويل كل أنواع الورق، منها الورق الحراري والورق اللاصق. يعني لحد الان متخصص بالورق اللصق الذاتي سكين كيس الفينيات. لا يوفر هذا المصنع مناصب شغل دائمه فحسب، بل يعتبر مصدرا قارا يغطي احتياجات المؤسسات العموميه والخاصه. قانون الاستثمار الذي ان شاء الله سيفتح افاق جديده وسيسمح بتحسين مناخ الاستثمار، الذي سينعكس بدوره على ترقيه الاستثمار في حد ذاته، وسمح باستغلال الإمكانات الكبيرة والهائلة المتاحة والتي ممكن لم تستغل أحسن استغلال. بفضل سياسة الحكومة الناجعة أصبح استيراد هذا المنتوج من الماضي، وتتطلع الجزائر اليوم إلى التصدير للخارج. في النشاط البرلماني نظم اليوم المجلس الشعبي الوطني دورة تكوينية لفائدة نواب أعضاء مجموعات الصداقة البرلمانية مع الدول الإفريقية. الدورة التكوينية التي حضرها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي تضمنت مداخلات لأساتذة جامعيين وباحثين وإطارات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والمجلس الشعبي الوطني. في الحدث الوطني التربوي يجتاز قرابة 740,000 مترشح ابتداء من يوم غد الاثنين اختبارات شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2022 لافتكاك تأشيرة الانتقال إلى الطور الثانوي. هذا ويمتحن التلاميذ على مدار 3 أيام من 6 إلى 8 جوان في 9 مواد إلى جانب اللغة الأمازيغية بالنسبة للتلاميذ المعنيين بها. وسيتم اعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية من كوفيد-19. هند شرفي. تحذيرات تضبط على عقارب الساعة في آخر يوم من موعد الامتحانات الرسمية لشهادة التعليم المتوسط، فالكل مجند هنا لإنجاح العملية. لا غنيون تاع اليوم هضرنا كيفاش تكون الحراسة، جدنا دارونا بيان سور لي كارت تاع الحراس بروميييرمون باش كل حارس تكون عنده البطاقة، وقمنا بتوزيع جدول التوقيت على الحراس مع وضع الملف المالي. البروتوكول الصحي من ضمن الإجراءات الوقائية من كوفيد-19 والمعتمد داخل مراكز الامتحان. إجراءات هي ككل سنة إجراءات واحدة، لكن ما أكدت عليه الوصاية هذه السنة مواصلة تطبيق البروتوكول الصحي كإجراء وقائي للتلاميذ.
مع العلم أن عدد الحالات في تناقص، لكن هذا لا يمنع علينا الحيطة والحذر تفاديا لأي مضاعفات. عندنا الأمان هنا، يا المهمة تاعنا هي أولا لما العملية الأولى هي توزيع أوراق الإجابة على الأساتذة. الأستاذ المسؤول كل قاعة فيه 3 حراس، في كل قاعة كان مسؤول واحد ويكون مسؤول على الأوراق تاع الإجابة. الأوراق بطبيعة الحال مبدأ باش ما يكونش كاين الغش، ورقة بنية ورقة خضراء وهكذا دواليك. إذن كلها إجراءات وتدابير من شأنها ضمان نجاح التلاميذ في شهادة التعليم المتوسط. تربويا دائما، وبهدف تغطية النقص المسجل في المشرفين التربويين بالمدارس الابتدائية بولاية تيبازا، تم إدماج أزيد من 600 من حاملي الشهادة في هذا المنصب، وهي آخر دفعة يتم إدماجها في إطار التكفل بالشباب الحامل للشهادات بعد سنوات من العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل. العملية هذه مست كل المدمجين في قطاع التربية، واللي العدد كان 1512 منذ 2019 إلى يومنا هذا. بالنسبة للدفعة هذه آخر دفعة التي خصصت للمشرفين على مستوى المدارس الابتدائية، ومست 601 حاملين شهادات. انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال فعالية الطبعة الثالثة للصالون الجزائري الافتراضي للنفايات تحت شعار من أجل ترقية الاستثمار في مجال النفايات. الصالون الذي أشرفت على افتتاحه وزيرة البيئة سامية موالفي بحضور سفير كوريا بالجزائر ومتعاملين اقتصاديين وممثلي مؤسسات ناشئة ومهتمين بالمجال البيئي، يهدف إلى مواكبة مختلف التحديات التي تواجه قطاع تسيير النفايات في الجزائر. كرس قطاعنا الوزاري في السنوات الأخيرة جهودا كبيرة في مجال تسيير النفايات، والتي تهدف إلى تنفيذ نظام جديد يشجع الفرز وإعادة التدوير. وتظهر هذه الجهود بالطبع خلال القضاء على إشكالية المفارغ العشوائية الكبرى، تنظيم عملية جمع النفايات والحد من تأثيراتها السلبية على البيئة من خلال ضمان مرافقة تنفيذ المنشآت لمعالجة النفايات وتجهيزها ب 34 محطة لمعالجة عصارة النفايات. في الانشغال البيئي دائما، تعد مؤسسة جي سي تال لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات الكائنة بمنطقة مقطع خيرة ببلدية دواودة بولاية تيبازا من المؤسسات الرائدة في مجال معالجة وتدوير النفايات وحماية البيئة والمحيط من التلوث. وهبة دندانية. مراحل عدة تمر بها مختلف المواد من النفايات بعد نقلها بواسطة الشاحنات إلى مؤسسة جي سي تال لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات. فرز رقم 2 هنا مدام عندنا، يدخلون بعد ما يدخلوا الشاحنات من الميزان يجوا لهنايا. كاين شاحنايا 40 خدام، فكل وحدة فيها 40 خدام. قدام هذه التريه عندها الالومنيوم والخبز والبيوتي والبيو اتش دي والكرتون. هذه النفايات من بينها البلاستيك، الكرتون، الالومنيوم، الخبز، الحديد، والاكياس البلاستيكيه، الورق. فهذه كل هذه الانواع النفايات المسترجعة نقوم ببيعها من اجل ادخال مداخيل للمؤسسة. عملية البيع الخاصة بمختلف النفايات بعد فرزها تتم عن طريق المزاد العلني. سيموا عندهم هنا يديروا مناقصة، اللي ينجح في المناقصة يديه ويجيب، يجي يدي يا قبل الميزان، يجي لينا لهنا نشارجيو له السلعة تاعو يا قبل الميزان يوزن. جهة المؤسسة جي سي تال وهو استغلال والتثمين كل النفايات على مستوى المركز. مؤسستنا هي أيضا تقوم بإعطاء كل المعطيات للمستثمر والزبون من أجل يعني توسيع هذا النشاط اللي هو نشاط التدوير الاقتصادي. المؤسسة تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني.
في قطاع السكن وضمن جهود القضاء على السكن الهش تم ترحيل 210 عائلة بحي دندان بدائرة البسباس بولاية الطارف إلى مساكن لائقة جديدة. سعيد بالحسة. ظل حي الدندان بدائرة البسباس ولاية الطارف حي تنعدم فيه أبسط ظروف الحياة الكريمة. اليوم وفي إطار سياسة الدولة للقضاء على السكن الهش وتحسين حياة المواطن، تم ترحيل 210 عائلة إلى سكنات جديدة بوسط مدينة البسباس. الحمد لله، بعد معاناة كبيرة ومقاساه من طرف مواطني حي الدندان المبني من سنة 1960، نحمد الله ونشكره اليوم مواطنين الحي راهم في فرحة كبيرة. نعيش ونقاسم الفرحة لحوالي 210 عائلة اللي تم ترحيلهم اليوم من المساكن الهشة والمساكن القصديرية، اللي راهم اليوم جايين للسكنات نتاعهم الجديدة اللي تتوفر فيها كل شروط الحياة الكريمة. فرحة المواطنين المستفيدين كانت كبيرة، خاصة وأن الحلم تحقق بعد معاناة كبيرة صاحبها طول انتظار. الحمد لله يما كان قبل الدم ما يمشيش، اليوم الحمد لله في السكنة الجديدة راهو الدم يمشي في عروقها، ولات الحمد لله من كانت ما تمشيش ولات تمشي دركا، راهي فرحة جديدة. معاناة كبيرة قاعدين نعانيو، والحمد لله يا ربي اليوم سهل ربي سبحانه ونبع علينا ربي كما نقولوا هما وحولنا، بربي ان شاء الله ما يكون غير الخير. كنت عايشة في حالة مزرية والآن الحمد لله. تجدر الإشارة أن عملية الترحيل مست السكان حسب إحصاء 2007 و2021. افتتحت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال اشغال الدورة 41 للجنة العربية الدائمة للبريد وفرق العمل التابعة لها بحضور ممثلي 10 دول عربية وممثل عن الجامعة العربية، وهذا على مدار 5 أيام. الاجتماع سيعمل على إعادة هيكلة اللجان الخمس المنتهية عهدتها عبر عدة محاور، كما سيتم تحديد عمل هذه اللجان. يعد تنظيم أول منتدى سنوي حول تنمية القدرات العربية في مجال التجارة الإلكترونية والدفع عن بعد الذي يتخلل هذه الدورة، يعد لبنة إضافية في صرح تشييد المجتمع العربي الرقمي، مجتمع يكون محوره المواطن وأسسه التكنولوجية الحديثة. هو الحدث الجامع الذي نتطلع لأن يشكل فضاء خصبا وفرصة مواتية تتوج بتبني رؤية متكاملة ووضع خطط لتطوير التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية. إحياء للذكرى 65 لوفاة صديق الثورة الجزائرية موغيسو دان، أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا على انطلاق فعاليات ندوة تاريخية حول مسيرة وكفاح هذا المناضل البطل. وبالمناسبة أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق أن القطاع لن يتوانى بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى في استرجاع رفاة المناضل موغيس أودان، استكمالا لمساعي الدولة في استرجاع الأرشيف ورفاة المفقودين صونا للأمانة وحفظا لذاكرة الشهداء الأبرار. هذا وتم خلال الندوة تكريم عائلة صديق الثورة من قبل جمعية جوزات وموغيس أودان. أننا نعمل في وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات والجماعات المحلية على البحث واكتشاف رفاة الشهداء التي سبق لقطاعنا الوزاري الإشراف على إعادة دفن عشرات الآلاف أقول، وسنواصل ضمن هذا المسعى النبيل باستغلال الأبحاث والأعمال العلمية والشهادات الحية للتعرف على مكان وجود رفاة المناضل موريس أودان وكل مفقودي ثورة التحرير الوطني الذين يعدون بالآلاف فقدوا خلال تلك الفترة فرادى أو جماعات. أنا فخور جدا بتاريخ والدي المرصع في سجل الجزائر كرمز ثوري، وهي التفاتة مؤثرة ومهمة للعثور على رفاة والدي وغيره من شهداء الجزائر بلدي الثاني. في المناسبة أيضا تم تدشين معلم تاريخي يخلد مسيرة المناضل وصديق الثورة الجزائرية موغيس أودان بالساحة التي تحمل اسمه بالجزائر العاصمة.
أشرفت اليوم المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي على افتتاح الدورة التكوينية الثانية ل 25 قاضية أحداث، وذلك في إطار برنامج عمل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة في الجزائر اليونيسف. الدورة جاءت تحت عنوان حماية حقوق الطفل في ظل المعايير الدولية والقانون الجزائرية. رانا تقريبا في 17 مليون طفل جزائري، أزيد من 16 مليون، يعني ثروة إنسانية كبيرة. الدولة كلصت لها كل يعني الجانب التشريعي والمؤسساتي، كل شيء مكرس في الدولة الجزائرية. احنا لما نقولوا انه نفتخر بما حققته بلادنا في مجال حماية الطفولة ماهوش كلام فقط، هذا كلام موجود على أرض الواقع، نلمسه يوميا وعايشين فيه يوميا، كل يوم أشياء جديدة تضاف وتعزز حقوق الطفل. شارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد في اجتماع لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة في أوكرانيا، رفقة نظرائه وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة مصر، الأردن، السودان، الإمارات العربية المتحدة، العراق والمملكة العربية السعودية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وتركزت أشغال هذا الاجتماع حول بحث تطورات الأزمة في أوكرانيا ودراسة سبل مواصلة المجموعة لدورها للمساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تمكين طرفي النزاع من التوصل إلى حل سلمي. وفي الملف الصحراوي أكد عضو الأمانة الوطنية ومسؤول أمانة التنظيم السياسي ورئيس الوفد المفاوض لجبهة البوليزاريو خطر أدوه أن واقع العملية السياسية وجهود السلام متوقفة، مشددا على عدم وجود أي بوادر لمواصلة العملية التفاوضية مع المحتل المغربي، فيما يعكف الجانب الصحراوي بمعية حلفائه وأصدقائه وجبهة التضامن الدولية مع القضية الصحراوية على إجبار نظام المخزن للخضوع لعملية السلام، وذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية والإعلامية. هذا ودعا المجلس الدولي للاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وحماية حقوق الإنسان والثروات الطبيعية للإقليم. واعتمد المجلس خلال اجتماع بالعاصمة الألبانية تيرانا توصية حول الصحراء الغربية أكد فيها على جميع قرارات المنظمة ومواقفها المؤيدة للاحترام الكامل والجاد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. في فلسطين المحتلة دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شددت في بيان لها بمناسبة الذكرى 55 للنكسة أنه ورغم مرور أكثر من 5 عقود عليها إلا أن ذلك لم ولن يغير من حقيقة أن هذه الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولى عليها الاحتلال منذ العام 1967 هي أراض محتلة وفقا للقانون الدولي والقرارات الدولية. في الرياضة، استهل المنتخب الوطني لكرة القدم مشواره في تصفية كأس إفريقيا للأمم 2023 بكوت ديفوار بالفوز على نظيره الأوغندي بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جرى سهرة أمس بملعب 5 جويلية لحساب الجولة الأولى من التصفيات. وافتتح باب التسجيل اللاعب عيسى ماندي في الدقيقة 28، وأضاف اللاعب يوسف بالليلي الهدف الثاني في الدقيقة 80 من اللقاء، ليحتل بذلك المنتخب الوطني صدارة ترتيب المجموعة ب3 نقاط بعد تعادل تنزانيا والنيجر. جينا هنا في الاستاد لي لا كل حال انا نحبو جامبيان جي جوي سي سا بيان مارشي سي Où le chap Diao, malgré. Bon, le stade n'est pas plein évidemment. Nous, un supporter, 80 000 supporters, aujourd'hui on se devait de faire un résultat pour le Chabna. On est encore en travers de la gorge notre dernier match. On félicite l'Aibin. Vraiment, ils se sont remis dans une compétition, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de déceptions. هما حبوا
حبوا يروحوا لكاس العالم، حبوا يفرحوا للشعب ده. Donc c'était pas facile de se remettre dedans, surtout pour eux. Ouais, c'est sûr, c'était une bonne équipe, bien solide derrière défensivement. Après ils ont eu, on a bien défendu, on leur a laissé peu d'occasions. Après il y a eu Mustapha, il a fait un bel arrêt sur le penalty. On remercie parce que à 1 c'est un match différent. Aujourd'hui, je pense qu'on a montré qu'on devait se faire pardonner devant nos supporters. Et je pense qu'on l'a bien fait, on a marqué deux buts, on en a pris zéro et c'est ça le principal. أدينا مباراة مليحة. الشوط الأول وين سيطرنا على المباراة سجلنا هدف أول. حتى في الشوط الثاني زدنا الهدف الثاني وين تحررنا. نهدي هذا الفوز للشعب تاعنا اللي يوقف معنا وإن شاء الله نخدموا باش نزيدوا نفرحوا منا قدام إن شاء الله. الحمد لله نغانيو aujourd'hui, c'est très bien pour l'équipe, pour le moral, pour tout le monde. Là, Inch'Allah, on va partir lundi, on part Inch'Allah en Tanzanie et on reviendra avec la victoire, Inch'Allah.